مع المواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرد كبار المسؤولين، الحمدانية رقصة الموت تكشف عورة الفساد. سيناريو نينوى قد يتكرر في أي محافظة من محافظات العراق، لكن مصير نينوى قبل عام 2014 كان ينذر بخطر على مستوى حياة المواطنين، وحذرنا كثير من رسائل الإعلام والجهات التي كانت ترى المشهد ملغوما في نينوى، لكن صانع القرار في بغداد كان إذن من طين وإذن من عجين. ما يحدث الآن في نينوى قد يكون مشابه للسيناريوهات اللي انفرضت علينا قبل عام 2014 عند اجتياح التنظيمات الإرهابية محافظات العراق. وحادثة الحمدانية المفروض ما تمر مرور الكرام، خاصة بالنسبة لصاحب القرار التنفيذي في بغداد. راح ناقش هذا الملف وملفات أخرى تعنى بنينوى ومناطق أخرى. خلونا راح بضيف الكرام معي في الاستوديو النائب شيروان جمال، عضو كتلة الديمقراطية الكردستانية النيابية. شرفتنا. حياك الله دكتور، لي الشرف والتحية لك ولكل مشاهدي قناة وطن. الله يسلمك. ترحيب موصول بسيد حليم سلمان الكاتب والصحفي، شرفتنا. شكرا. إذا تسمح لنا نبدأ بسيد النائب. أكيد. سعد شيروان، طالت كبار المسؤولين، الحلبوسي رئيس مجلس النواب والسيدة وزيرة الهجرة والمهجرين، وأكو سخط كبير جدا من أهالي الحمدانية على القوى السياسية، السبب شنو؟ طبعا يعني بعد مرور 20 عام يعني نجيها تدريجيا، ليش الناس صار عندها سخط؟ ليش الناس اليوم ملت من القادة السياسيين والرؤساء والمسؤولين والوعود اللي نعطي لهذا الشعب؟ اليوم وصلنا إلى مرحلة يعني مرحلة النهاية، يعني مواطن بعد ما ظل له أمل ولا له ثقة لا بالرئاسات الثلاثة ولا حتى في مجلس النواب ولا بالحكومة. طيب يعني إحنا اليوم 7 فقرات صوتنا لحالة الحمدانية، احتمال فقر واحدة أو اثنين هي التعويض ما تابع الحكومة، الباقي ما رح نقدر ننفذها حتى لو صوتنا. احنا مشكلتنا بالقانون. قلهم يا اخوان احنا نكون صريحين مع شعبنا، اليوم احنا محتاجين الى تعديل قوانين او تشريع قانون. طيب اليوم كل الحوادث اللي حصلت خلال السنوات السابقة، ان كانت طبيعية من فيضانات وزلازل او الحوادث اللي حصلت في مستشفيات اللي ذكرناها ويا جنابك، او اخر حادث قبل يومين، قانون مؤسسة الشهداء واضح وصريح يقول العمليات العسكرية والإرهابية، هذولا حوادث ما مشمولين. العبارة صوتنا وعدنا لحد للناس بلا حقوق. صحيح. الخمس مليون يعني. الخمسة مليون عشرة مليون ما يعوض دم العراقي، دم العراقي مو فرخص هذا. يا قادة يا ساسة، اليوم الكارثة فاجعة صارت، اليوم لحد الآن 36 جثة ما نعرف من هم، 5 منهم الأخوة المسيحيين يقول 31، هاي اللي نعرفه مفقودين من أهل قرقوش، بس الخمسة ما يعرفون من هؤلاء الخمسة، متفحمين. عملية هل هي تكون إرهابية أم هناك عملية أخرى؟ أنت قريب من نينوى سيادة النائب، يعني أنت قريب من نينوى وقريب من المسيح وديرتك ومنطقتك، ما معقولة ما تمتلك بعض الأدلة؟ لا عندنا دكتور عن القضية وحتى نثبتها إذا كانت بفعل فاعل عمل إرهابي. دكتور إحنا ننتظر، إحنا اليوم ننتظر تقرير وزارة الداخلية، يعني مقدما لا المواطن ولا أهل قرقوش راح يصدقونه ويعتمدون هذا التقرير، لأن اليوم كل ساعة هيك ماكو ثقة طبعا بالحكومة هذا واقع، هذا واقع. يعني اليوم وين اللجان السابقة؟ يعني أي لجنة احنا نعرفها، يعني هاي عندنا صارت داخل السنوة عادة من يقول تشكيل لجنة يعني انتهت ماتت السالفة. احنا اليوم عندنا معلومات، أنا ابن سهلنين وابن معشيخة وأقرب الناس لي الإخوان المسيحيين، ذكرت لك أنه قريتي بصف قرية الميرجي ودير مارمتي عندنا موجودين إخوان المسيحيين. يعني اليوم في سهل نينوى والمؤامر اللي عليهم موجود وسحب مرسوم الجمهوري للساكو الساكو، هاي كلها يعني يأخذنا إلى وجود مؤامرة، وجود أنه هذا فعل فاعل الحريق اللي صار. شنو الغاية من عنده؟ هل هي غاية سياسية انتخابية، أو مثل ما استولوا على الأراضي في السابق يستولون على أراضي ومنشآته الأخوة المسيحيين الموجودين؟ الإخوان المسيحيين اليوم إذا شاهد الفيديوهات
بين حين وآخر هناك مسجدات جديدة في موضوع حادث صح الحمدانية. هناك كثير أمور تشير أو تؤكد أنه هذا فعل فاعل ليس هي قضاء وقدر. نفس القاعة قبل أيام وأسابيع وأشهر ونفس الاحتفالية ونفس أجهزة الكهرباء اللي تطلع الألعاب النارية والألعاب النارية والمشاعر الموجودة ما احترقت هذا القاعة. نفس السقف نفس الأقمشة موجودة. يعني أنا مو خبير لكن يوم أكو شيء منطق أكو شيء عقل. معقولة خلال أقل من 5 دقائق قاعة الحادثة العرس قبل لا أروح للهاي كانت فخ للعرسان والأخوة المسيح؟ والله قلت لك إحنا اليوم ما نقدر نتكلم. هي القاعة مال منهم؟ القاعة الدولة آلاف الأخبار لكن القاعة فعليا مال منهم؟ إحنا القاعة اللي حد لها دبوها براس البارتي هم. إحنا شوف البارتي من 2014 ما موجود بسهل نينوى. طيب إذا كانت البارتي كانت اليكتي كانت البابلون أي شخص ما كان اليوم إحنا نتكلم عن من جهة المسؤولة اللي تسيطر على هاي المكان. إذا كان حادث حصلت في دهوك نقول يا والله الحكومة البارتي موجودة هي اللي تمسك الملف الأمني الملف الأمني مو الأخرية. اليوم الملف الأمني واللي موجود غادي والمسيطر غادي هي لواء 50 بابليون. مو معنى هذا إحنا نوجه اتهام إلى لواء 50 أو بابليون بس هذا واقع حال. اليوم لا سمح الله حدث يعني على سبيل المثال وليس الحصر في سامراء اليوم أكو جهة معينة أمنية هي مسيطرة على ملف سامراء. حادث صار في بغداد في مكان ما في الكرخ في الرصافة جهة الفلانية إن كان جيش إن كان شرطة شرطة اتحادية في أي مكان ما هم يتحملون المسؤولية الأول عن الموافقات اللي موجودة. فاليوم كثير من الإخوان المسيحيين اللي دا نسمع هم دا يوجهون اتهامات للناس الموجودين في برطلاب مو احنا نوجه اتهام على ضد احد. جميل راح ارجع لسيادتنا استاذ حليم. طرد المسؤولين ارد ارجع بهذا الموضوع. الان وصلت مرحله الناس بعد ما تستقبل يقول لك انه انتم تقتل القتيل وتمشي بجنازته هذا بعد ما ينفع هذا السيناريو. اعطونا القتله واحنا ما عندنا شيء وياكم. راح بغداد راح تعطي الحقيقه لاهالي سهل نينوى توقعاتك؟ يعني حقيقة أنا تابعت الموضوع من خلال تحديداً الفيديوهات يعني إحنا بعيدين عن منطقة الحدث يعني واحدة من الأشياء اليوم اللي لاحظتها تحديداً قبل لا أجي للبرنامج دخلت يعني واحدة من المنصات الإعلامية أو المحطات الإعلامية دخلت للداخل وقاعد تتكلم مع المواطنين. يعني تفاجأت أنه وأنا سمعتها على لسان يعني أحد المسؤولين أن سبب الحريق هي هاي الأجهزة اللي تشعل الشعالات هم يسمونها الكهربائية. وإذا بالمواطن لازم لاثنين ويشرح لمقدم البرنامج يقول لذن الشعالات شوف هاي طبعا بعدين سمعها بالتليفون بصمة يتحدث شخص أبو الكوشة يسمونه مع صاحب القاعة يقول له احنا ذني جدد نريد نجيبهن ويتحدثون عن إيجار ظاهر بصمات مسجلينها. أنا دخلت بشغلة طيب هذا مسرح مال جريمة. أولا يبقى محرم فد أسبوع أسبوعين ممنوع يدخل هذا المسرح إلا من هو متخصص في عملية الانتشال والتعرف على الضحايا والتعرف على مسببات صح دفاع المدني وغيره بشكل والأدلة الجنائية يعني بشكل كلش يعني من وقت يعني اليوم صارت هي بالليل ثاني يوم الساعة بالعشرة بالإحداعش بدأوا يتحدثون إنه هذا الحادث صار بسبب الألعاب النارية هم يسمونها يا شعالات. طيب الأدلة الجنائية الفريق اللي إجا وكان السيد رئيس كان السيد وزير الداخلية موجود هنا صحيح. الأدلة الجنائية اللي إجت حتى تكشف عن هذا المكان وتريد تتعرف بالأدلة عن المسببات طب المسببات هذه evidence غير يأخذونها وياهم يصير عليها فحوص وتعتبر أدلة تحفظ. الآن الفيديوهات موجودة هذه مشمورة. إجا أحد المواطنين اثنين والثالث قال له هذا قال له هاي هي الشعالات قال له هاي كان هنا مكانها
فهو يشرح له يقول له واحدة من عندهن هي تلافة ذني طبيعيات، واحدة من عندهن الشعلة مالتها عالية هي اللي سببت هذا الحريق. هذا اللي يشرح هو من داخل الحدث كان موجود وهرب يعني أنقذ نفسه. أني أقول راح طمطم لا هو أنا أقول بناء على هذا مثل ما طمطمت سابقاتها بناء على هذا يجرؤ السيد السوداني إعلان لمن هاي القاعة ومن الطهم موافقات وعلم أنها أرض متجاوزة. لا هو أنا أقول لك شنو، إحنا هسه السيد السوداني راح وشاف بعينه إلى آخره، خلي لي هسه السيد رئيس الوزراء على هاي ما صور راح السيد السوداني أقول لك داخلية بس لا كان السيد السوداني راح آخر شيء ثاني يوم حضر ثاني يوم حضر. أنا أقول لك هسه من خلال برنامجك والله عيب علي محافظ نينوى ومدير الشرطة والمعاون محافظ نائب محافظ نينوى وقائم مقام الحمدانية إذا ما يذبون استقالاتهم فورا للسيد رئيس الوزراء فورا. هذه فاجعة. أني محافظ مؤتمن على هذه المدينة، أني وين كنت مدير الدفاع المدني أو مدير الشرطة في هذه المدينة وين كان عن أصول السلامة؟ وبالتالي احنا صارت عندنا حوادث، تتذكر مستشفى الزعفرانية ايه؟ وظلينا هذا الموضوع اللوجبي ايه؟ نقول عمي السلامة والدفاع المدني ووزارة الداخلية وصدرت تعليمات وعممتها على الوزارات وعلى البيوت وعلى الدوائر وعلى القطاع الخاص إلى آخره. هذه واحدة من يعني الفواجع الكبيرة. طيب هذه في المدينة هنا في الحمدانية شلون سمحوا، كيف سمح القائم مقام أولا، شلون سمح القائم مقام أن تبنى مثل هاي القاعة بهذه المواصفات الرديئة؟ ليش هو يقدر قائم مقام؟ هو هنا الموضوع. ليش هو يقدر؟ أقول لك لواء فصيل بين القاعة ويفرض 30 ورقة على القاعة دكتور وبيده وما يسمح بناء أي قاعة رسمية. احنا نتحدث بعقلية الدولة، هذا معناته القائم مقام طرطور اللي يجي جهة أخرى تتحكم به وتتحكم في هذا القضاء. ليش؟ لأنه القائم مقام هذا وظيفة إدارية، هو القاضي، هو الحاكم لهذه المنطقة، هو الشخص الذي يقوم بتنفيذ القانون والتشريعات. والله ذكرت لي شيء ولذلك طلع لا هنا الحكي خلي أقول مقايم هذا القائم مقام قبل أيام طلع قال أني ترى أكو جهة قاعد تضايقني، يا نجم الجبوري، يا محافظ، يا مدير الشرطة، يا حشد شعبي، كلهم أستنجد بيهم، يا جيش، يا شرطة، أنه أكو جهة أخرى موجودة أمنية ترى هاي تضايقني. ولذلك ما طول هو ساكت إذن هذه الجهات ما قاعدة تضايقه. جميل مو بهالشكل. وشلون أبقى بهاي النظرية؟ قبل أشهر وقرب أنه راح يصير انتخابات صار صراع مو طبيعي على كرسي محافظة نينوى، بحيث نجم الجبوري كان خارج الحسابات، بقى تحت الضغط، وصل لمرحلة طلع قال دي يساوموني يردون الكرسي من عندي، وذكر أسماء، ذكر خالد العبيدي وذكر جهات، حتى ذكر جماعة بسهل نينوى وذكر القد وغيره. المشكلة بها صراع سياسي لأن كرسي المحافظة هو الثمن، تلطخت أيادي البعض بدماء الأبرياء. خلنا نعلنها يا سيادة النائب. لا بكل أمانة هو اللي تفضل بيه صحيح، اليوم شملوا بالاستثاث مسألة وعدالة نجم الجبوري حتى لا يشارك بالانتخابات. هذا لأن هو نازل قائمة بوحدة طبعا. هو طبعا شوف هو حتى نتكلم بصراحة مع جنابك، نجم الجبوري على أساس يصير قائمة تحالف في محافظة نينوى، يعني قسم من العقد الوطني وقسم من على أساس يعني جماعة وعد والآخرين، يصير ائتلاف، يصير قائمة قوية يصعدون بصوات نجم الجبوري. نجم جبور وثابت العباسي سموا القائمة نينوى لأهلها وسووا نظام داخلي ما يتلفون مع أي جهة خارج محافظة نينوى. صحيح. وصار الدق عليه. هو أنا هذا. هو والتقدم. هذا الدق اللي بدأ. التقدم يدكون. بدأ الدق. إحنا كموقف حزب الديمقراطي الكردستاني حتى عشيناها مع يعني بيننا وإنه وصل لدولة رئيس الوزراء. اليوم إحنا أقل من 3 شهور بس أعلن المفوضية 18 تشرين راح يبدأ الحملة. صح. انتخابية ما تسوى بعد. اليوم قائمة قامت العفار، اليوم قائد محافظ، مجلس محافظة صوت، رئيس جمهورية، مرسم جمهوري صادر هو محافظ نينوى. شو ما سطلعوا مسألة وعدالة يعني هذا يعني من المعيب أصلا. أنا اليوم
احنا موقفنا تربطنا اياها بالحمدانيه. بعد ليش اليوم هذا السيناريو هم مربوط اياها بالحمدانيه؟ بعد ليش اليوم انتم اذا تشوفون ان هيئه المساءله والعداله ما قاعد تكون عادله في هذا الموضوع، ليش اليوم صوتوا على رئيس اليوم هيئه المساءله والعداله اصاله؟ اليوم مكافاه هو اليوم كان اليوم كان مكافاه كان قلتوا له عم هاي شنو هذا مكافاه اي لا خلينا نعلنها مو هاي مهمه مكافاه كان مكافاه لهم انه صوتنا على الرئيس وعلى النائب الرئيس حتى انتخابات 21 اللي احنا يعني فزنا في الدور الخامسه أي. حتى قسم من واثنين يمكن من مرشحينا هم شمولهم بالاستثاثة. اليوم اصبحت الاستثاثة هي ورقه بيد السياسيين الابتزاز طبعا اللي المرشح القوي في الدار الفلانيه وكان قبلها موجود يوم كان حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب من تيار الصدري ويا الرئيس ويا شو اسمه بليلتها اللي مناطق الكردية مناطق السنية مناطق الشيعية كل من شمل البلشتثاث المرشحين الأقوياء موجودين منافسين طلعوهم. طيب اليوم نفس الحالة، يعني شون أنا اليوم مرسوم جمهوري بغض النظر عن نجم على دكتور قصي صار لك 5 سنوات محافظ وقبلها قائد عمليات تحرير أي. عمليات وتحرير وكان قائد مقام صار لك أنت بعد 2003 اللي حد لم هذه الحكومة يعني اسف الطنطو مشمول بالمسالة وعدالة. احنا نقول يا اخوان حادثة الحمدانية حادثة الحمدانية كانت مفتعلة للإطاحة بنجم الجبوري. احنا ما نقدر بيها ايد سياسية ملوثة. احنا نقول ما نقولك وبيهم متلطخين اكو جيل سياسي متلطخ ايدهم دماء العراقيين. دكتور قصي احنا ما اريد حاليا اريد ننتظر هال 24 ساعة اليوم على اساس وزارة الداخلية ليش ما عنت اليوم البارحة من يقول أنا باشر أعلن النتائج اليوم ليش ما أعلنها؟ أكو مسجدات بالموضوع خلي وضح لنا للشارع. هم صحيح ممكن هم صحيح. إيه أكو مسجدات زين ننتظر باشر. إحنا اليوم ما نريد نحكم، إحنا عندنا معلومات. قلت لك أنا ابن هذا المنطقة والناس تحكي لنا. أنا اليوم حاكي ويا وايد من أهل قرقوش وحكيت أيضا ويا المسؤولين الموجودين وأكو مسجدات. قلت لك اليوم أكو 5 جثث في الطب العدلي مو من قرقوش. من هذول ما نعرف. يعني ما يعرفوهم اليوم خطيره اي اليوم هذا 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 ما وصل من هذول من هذول 5 اللي نتعرف عليهم اليوم اهل قرقوش يقول احنا عوائلنا واطفالنا ونسائنا 31 ثبت عندهم هذول اللي مسجلين مفقودين الخمسه منو احنا نريد ما نستعجل اريد احنا يكون عندنا موقف كالنواب عن نينا وعن سهل نينا وعن اهلنا المسيحيين كرد الشباب يزيد منو ما يكون اليوم هاي امانه برغبتنا حتى من حتى من البصره انا عضو مجلس النواب العراقي مو عضو مجلس النواب الناحيه او القضاء وكذا واضح مسؤوليه اخلاقيه تجاه كل اهلنا في كل عراق. اليوم هذا الحادثه اللي حصلت في قرقوش مثل ما تفضلت لازم ما تعبر مثل ما عبرت الباقي موجودين وضد مجهول او التماس كهربائي او والله سويتش الكوشه كان نازله هاي مو صحيح هذا مو كوشه هذا يوميه كان هذا العرس موجود ليش في هذا الوقت؟ هل هو عمل إرهابي يربط معه سلوان؟ هل هو صراع سياسي اللي طاح بنجم كما طاحوا بنوف العاقوب مال عبارة صار أذكر. السبب أذكر. تذكر أيه. بعدين اعتقلوا ذبوه بسجن واليوم أكاد بسجن رحم الله والديه. فإحنا نريد ما نريد نستعجل اليوم يقولون والله أكو صراع سياسي وأبو البارتي دي يكتب فلان. إحنا ما نتهم أحد إحنا مع الحقائق ومع القانون لكن أيضا ما نقبل يخفون الحقائق على أهلنا وعلى شعبنا. طيب لازم يكون موقف يكون تقرير مهني يدخل بالعقل المنطق يقبله. أنا اليوم ما أقبل قاعة بها أكثر من 1000 أكثر من إلي 1100 خلال دقائق زين ما معقولة هسه بنار. طبعا بالمناسبة اللي يقول لك ما أكو منظومة إطفاء كان أكو الأطفاء اللي بالزوايا وأحد الفيديوهات أحد من المواطنين يشيل الطفاية ويضربه على السقف لكن ما يلحق يعني مثل ما تقول الشغلة هي مفتعلة. أكو مواد خلال دقائق أنت 200 واحد تشتعل من 1000 الناس ما تلحق أبواب مسدودة شبابيك مسدودة يعني لازم واحد مثل ما تفضل أستاذ حليم ما معقولة مكان مسرح الجريمة اللي ساعتها مفتوح خري مري على قولتنا طابين وطالعين ورايحين وزين تفضل بي اكو احتمال دليل بسيط جدا يكشف الجريمه معقوله انا اليوم ليها سحته ما بيها شريط. طيب بجمله ليش الدق على نينوى؟ ها؟ ليش الدق على نينوى هسه؟
بهذا التوقيت؟ طبعا نينوى هي صارت مكان صراع. نينوى اليوم احنا نعاني حقيقة من المكاتب الاقتصادية وبعض الفصائل والميليشيات. اعيد واكرر يا احنا ربي احنا مو مع شنو دورهم؟ شنو دورهم؟ هاي حتى تربطها، شنو دورهم بالفصائل والميليشيات؟ احنا دكتور، احنا القوات الأمنية الموجودة في نينوى من الجيش والشرطة والحشد هذول مكان احترام وتقدير. طيب الناس هم ولادنا كلهم موجودين وكل من ماسك بندقيته ورحمة ورحمة الحمد لله زين. ما عندنا اشكال معهم، بس احنا مشكلتنا مع هذول المكاتب اللي خارج نينوى اللي عندهم فصائل وتحت تغطية هاي التسميات الموجودة. يعني هاي كارثة. احنا عانينا ما عانينا قبل داعش من داعش الإرهابي ومكاتب الاقتصادية اللي كانت موجودة والقوات الأمنية اللي كانت موجودة. اليوم أرجع مرة ثانية على نقطة الصفر، أرجع النوم. الناس تعرف المواطن، أنا اليوم ممثل عن المواطن، اليوم الدستور انطاني الحق وعندي حصانة أتكلم نيابة عن المواطن. أنا اليوم اسمي نائب، اليوم إذا أنا ما أنقل حقيقة وما أتكلم دولة الرئيس يعرف، الكومنشنات بالمحافظات وبالدوائر أصبحت مسألة رسميه. بس قول لي هاي حتى روح اكو اتاوات جاي تنفرض على الناس وابتزاز موجوده على سهل نينوى وغيره، على كلها، على كل نينوى، مو بس يسمو هاي اللي طلعوا البارتي من سهل نينوى صارت هيك. لا كلها، لا لا يعني مال سؤال. لا شوف، مو البارتي يقول لك انه احنا من طلعنا صارت الفوضى ولا امان بسهل نينوى. لا شوف، فريد نرجع مره اخرى سهل نينوى. احنا لا، هاي مناطق ماده 140، مناطق اغلبيه كردستانيه ضمن ماده 140 من الدستور. احنا اليوم مشكلتنا شنو مع الحكومة الاتحادية ومع الجهات السياسية؟ الدستور والقوانين يطبقوها بمزاجهم. محكمة الاتحادية 2019 بشهر 7 لو 9 ما اتذكر قالت ما زالت المادة سارية رحم الله والديه. زين ليش ما تطبقوا قرار المحكمة الاتحادية؟ لا ما راح اخليك اياها، ملف هاي مال بارتي مهم من لا لا لا, لا ما يخالف، احنا مع، احنا اليوم احنا نريد يابا طبقوا لنا مادة 140. ما عندنا مشكلة، القوات الأمنية المشتركة موجودة، اليوم حرس الإقليم موجود بالدستور. ليش تبعدون حرس الإقليم من هاي المناطق؟ هسه حتى الآن دواعش كل بين فترة وفترة عنده عمليات إرهابية في هاي المناطق، الفراغ الأمني هاي صار سنتين لواء واحد مشترك ما دينا يفعلوها. جميل. ليش تتفق؟ جميل. ليش توقع؟ أي. ليش تصدر أمر؟ أنا كاتب لك إياها والله الورقة الاتفاق السياسي ماخذ. أرجع لقضية، شفت قضية أنه طرد رئيس مجلس النواب وزيرة الهجرة والمهاجرين؟ ممكن هذا السيناريو راح يتكرر بمحافظاتنا الجنوبية؟ أنا أعتبره هسه بغض النظر عن مسميات رئيس مجلس النواب أو وزيرة الهجرة، أنا أعتبره عمل بطولي من المواطن يقول للمسؤول أطلع برا، هذا مو مكانك. هاي هذا السيناريو راح نشوفه بالوسط والجنوب، أنه مسؤولين اللي يفترون مادة سمي أسماء، راح نسمع هذا الصوت لأن عدم الثقة انتهت بعد. يعني بطبيعة الحال هو كل حزب وكل فرد عنده جمهوره، أكيد هو يروح إلى منطقته، بس هو الخطر وين؟ الخطر أنه اليوم إحنا نعيش حالة من الصراع السياسي بين هذه القوى السياسية المتنفذة في الدولة العراقية، حقيقة صراع على النفوذ وصراع على المال وصراع على المغانم. يعني أنا مدى أشوف اليوم إحنا هسه سيادة النائب قال 18 تشرين تبدأ الحملة الإعلامية مع مجالس المحافظات. هاي مجالس المحافظات هي حكومات محلية، أنا لحد الآن ما شفت واحد من عندهم، حتى دولة زعماء اللي قاعد يتحركون واحد يرقص شوبي، واحد رايح الفاتحة، واحد مدري شنو، مدى يقول لي شنو البرنامج مثلا لمحافظة نينوى، مثلا محافظة نينوى والحبار الديوانية، هسا خاف يقولون بس هناك الجماعة الديوانية، ماكو لحد الآن طرشان. هذه مشكلة. هذا يدل شنو؟ يدل على انه هذه الكتل يعني ما قاعد تتحضر بشكل جيد، او ما تعي الفكرة ان الجمهور اصبح لديه حالة من الوعي، وبالتالي الجمهور ترى إذا رفض حتى يفشل العملية الديمقراطية اللي موجودة بالعراق. بمعنى إذا رحنا إلى انتخابات مجالس المحافظات وشاهدنا نسبة المشاركة،
هاي قضية دولية، نسبة المشاركة لا ترتقي إلى المعايير الدولية، يعني خلينا نقول أكثر من 25% هيك نقول، يجوز 10% ما يطلعون. ليش؟ لأنه أنت هذا اللي قلت عليها أنت الثقة، إذا فقد الزعيم أو القائد أو الحزب بينه وبين الجمهور، هذا أنت بعد أنت ما تقدر تسير بهذا المسار. هنا أنا وين شو تسوي؟ لازم تصير مراجعة حقيقية. اللي إحنا دائما نقول على كل هذه الكتل السياسية الكردستانية، المعرف وين، الجماعة مننا الشيعية السنية، لازم يسوون مراجعة حقيقية. للأسف لحد الآن ما قاعد يوصلون إلى هذه المرحلة. لا شنو مجلس المحافظات؟ شنو يعني الغاية؟ شنو العودة للسيطرة؟ أقول لك أنه المراجعة هي مو فشل ولا عيب، المراجعة هو جزء من عملية الإصلاح، وبالتالي الأحزاب تحتاج إلى إصلاح، والدولة تحتاج إلى إصلاح، والمؤسسات تحتاج إلى إصلاح. أنا متفاجئ، يعني هم من 2019 خلينا نقول، من صارت أحداث التظاهرات الكبيرة واللي استمرت لمدة سنة وكانت تداعياتها سقوط حكومة عادل عبد المهدي، إجا مصطفى الكاظمي سيء الصيت، يعني هذا اللي هو وحده مشروع تخريبي للعراق، هذه كلها كانت النتائج. ليش هاي الكتل السياسية امتعضت راجعت؟ إجا المحكمة الاتحادية وقفت مال مجالس المحافظات. زين احنا ما عندنا امكانية انه يصير هذا التجميد نستمر به. ليش نستمر به؟ لانه الناس ما تقتنع بمجالس المحافظات. انا اعتبرها مجلس المحافظة حلقة زائدة، بس تقول لي اشجع انت الناس على الانتخاب؟ اقول لك ايه اشجع، لان هذا جزء من المشروع الديمقراطي. ما اقدر اقول للناس او اني امنع نفسي. ليش؟ لأن موجود بالدستور. زين احنا الجماعة هسه هيك أرد أقول، ذولا اثنين الكرد والسنة هرشوا راسنا بالدستور. اسمح اسمحها مني، هرشوا راسنا الدستور بألغام. الدستور لازم نعيد النظر بيه. الدستور قوانين ماذا تمشوها؟ النفط والغاز ومعين صارت حكومة مصطفى الكاظمي سكتوا، ولا واحد منهم قال يا واشكم يا عم جماعة احنا سوينا هاي الحكومة، بس عندنا احنا كان مطلب انه نعيد النظر ببعض فقرات الدستور. سووا لجنة، اي مال التعديلات، لجنة هاي مال الدستور. الان ايضا اكو لجنة، لكن يبدو الجماعة يلعبون بهذا الموضوع حسب الظرف وحسب المصلحة بما فيهم الكرد والشيعة. دور رئيس الوزراء وين بهاي المعادلة؟ رئيس الوزراء وين؟ شوف انت بس جمله ذكرت لي انه الكاظمي وصفته بسيء الصيت. طبعا سيء الصيت. فتره الكاظمي اذا تريد تحسبها بالحسابات هي سنه و8 شهور الثانيه اللي كانت تحضر الانتخابات والصراع على قضيه تشكيل الحكومه. صار سنه من عمر سيد السوداني، باقي لنا 13 يوم على تكليفه، تقريبا يمر سنه. شنو الانجاز خلال سنه اللي قدمه السيد السوداني او التحول بسواء بالدستور بالقانون بالتنفيذ الى اخره؟ يعني هذه ربط لك اياها. لا هو اسمح لي اقول لك ان لا يتحول موضوع الحلقه ان نتكلم على انجازات السوداني او كيف تحرك السوداني خلال هاي الفتره. شخص رئيس وزراء شنو قراراته؟ كل اللي سواه يعطي قروض لاقليم كردستان، مو هي بالايجابيات، هاي ايجابيات تنزلكم فلوس الشغله فادتهم. لا بالعكس سيد رئيس الوزراء، لا مو شغله فادتهم، لا هذه نحكيها احنا بصراحه موظفين واحد. احنا ننقد اداء الحكومه ولا نتردد، لكن السيد السوداني، انا شخصيا حتى اكون مسؤول عن تصريحي، السيد السوداني يتحرك في دائره معقده من الحكم في العراق، وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على المقدرات. ذكرت قلت ليش ما فدقت لك موازنة؟ حارب زمانه سيد رئيس وزراء. لا ما حارب زمانه، قرار تراجع عنه بثواني. أبدا ما حارب زمانه. الكركوك أولا قرار سياسي، لا قدر ينفذ للبارتي عودتهم، تورط الرجال. شو يسوي؟ هو الجماعة وقعوا، جماعة وقعوا، ودا ينفذ ما وقعوا الجماعة. قالها ولا قالها قال تحت الطاولة مرون غير شيء. حتى نكون دقيقين، صراحة السوداني أنا أعتبرها هي شجاعة. من قال احنا نكتب شيء ومن نريد نطبق تختلف الأمور. صح. بالتالي صح. السوداني رجل تنفيذي يحاول قدر الإمكان في هاي المرحلة الصعبة أن يقود هاي الحكومة
اللي اعتبرها هي حكومة خدمات. ترى شوف شرط هاي الحكومة ان تكون حكومة خدمات، يعني لا تصير حكومة شو، واحنا نريد خدمات وفرص عمل للناس. ولذلك من راحوا وقروا الموازنة لمدة 3 سنوات، شنو المغزى من عندها؟ المغزى من عندها انه خلق عملية استقرار، انت مو كل سنة تجرجرني بحجة الموازنة. بس استاذ حليم اسف، انا هم احتاج رئيس وزراء صاحب قرار، يعني على الاقل الان من صارت البلبلة مال الحمدانية واكو متورطين واكو ناس بدها تحكي، على الاقل تعال عمي التفاصيل هنا اطلع برا، تعال انت قائد عمليات بغداد اطلع لي برا، قائد شرطة يتغير، قائد محافظ بغداد جيد استجواب. انا الان قلت لك ليش ما يقدر؟ انا الان قلت لك ما يقدر يشيل الفصيل اللي ما يقدر. لا 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 دكتور، لا الكاظم يقدر، احنا لا العبادي يقدر، ولا ولا هسه اعتقد السبب الشيعي يقدر. السبب حتى لا لا، احنا اذا يسمح لي سياده النائب، السبب رئيس غلط، بس اذا يسمح لي سياده النائب انا قلت هسه هسه احنا بالعالم، وين القرار؟ وين القرار؟ العالم جاي تطلع ضحايا، اهل الضحايا يوميا يطمون بالتلفزيون. انا قلت يقول لك اكو متسببين، ناس ذولا استهتروا بالسبعه الحكي، استهتروا بالمحافظه، وين رئيس وزرائنا صاحب القرار ان يقيل دوله؟ لحظه قبل الاقاله طلع النتائج مال التحقيق اولا، بعد نتائج التحقيق لازم تكون هنالك افعال، واحده من الافعال قبل ان تصل لرئيس الوزراء، واني قلتها، قلت عيب على نجم الجبوري والوكيل مالته المعاون مالته ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني وهذا القائم مقام اسمه صفاء أو فتشي مال الحمدانية، مستحيل عصام ما يصير يبقون، هو شنو يبقون؟ يقدمون أوراق إعفائهم إلى دولة رئيس الوزراء، ليش؟ هذا تقصير. أنا ليش خلوني محافظ؟ أنا مؤتمن على هذه المدينة، أنا ليش خلوني؟ وإذا هاي المنطقة اللي بيها القاع المحافظ ما يقدر يوصلها؟ هذا يقول له، هذا السؤال، هذا يقول للرئيس يطلع يعلن. ايه؟ شوف دكتور، يطلع يعني النجم الجبوري يقول يا عمي ترى أنا ما أقدر أوصل للحمدانية، ليش؟ للأسباب التالية، 1، 2، 3. يقدر يوصل للحمدانية النجم الجبوري وهل يتحمل مسؤولية الحريق؟ هو أستاذ حليم ايه؟ ماخذ الأمر والدنيا والعراق بوردية زين، هذا التفاؤل هم نحتاج يعني هو نسى التدخلات الإقليمية والدولية ونسى السياسية وارتباط هذول الموجودين في سهل نينوى وفي تلكيف الشخوص الموجودة واللي تفرض أتاوات على الناس ومكاتب اقتصادية، يعني وصلنا الحالة اليوم بينا أنه أنا مرات أقول الله يساعد السوداني، يعني منين يجيبها، منين يأخذها، منين ينطيها، شو يسوي؟ يعني تصور يعني دكتور قصي كل شيء ذبه براس السوداني. لا والله والله انا رجال محايل. لا رجال محايل، لا لا بس هو كلام رجال، انا اتفق معه. احنا بنجي على خلينا نقول الإدارية والمسؤولية، هو الآن رئيس مجلس وزراء والقائد العام قوات المسلحة، الدستور والقوانين كله معه. صحيح. أنت جنابك ذكرت لي على مسألة تعديل الدستور وطرشونا السنة والكرد، لا مو إحنا السنة، إحنا مع الدستور، ما طالبين بتعديل الدستور نهائيا، ولا أريد المواد بالدستور يتعدل، لكن أريد تطبيقه. أكثر من 50 مادة دستورية ما تطبق، على المزاج، عجبتهم هذا المادة جابوها، ما عجبتهم ولا يم السالفه نهائيا. جابون هسه حتى بالموازنه نفقات الفعليه، منين جابوا النفقات الفعليه؟ والله احنا ما نعرف. صحيح. اليوم ثوابت، اليوم احنا الكل نعرف، اليوم تجربك بهذا القناه من اول شهر نهايه الشهر انت تاخذ، ما لك علاقه بابو القناه، استثمر ما استثمر، زين احنا اليوم الموازنه ما انطلقت، خلال 6 شهور احنا 47 تريليون، احتمال هاي 6 شهور ما نصل 40 تريليون. زين الموظف شنو علاقة الموضوع؟ زين ليش موظف بالعراق يستلم كراس الشهر، ليش أبو الإقليم ما يستلم؟ أخلي مثل ما موجود بالجدول واو اللي فقر رابعا تمويل رواتب إقليم موظفي إقليم كردستان 9,298,000، هاي بقيها شهريا الدزلوم هي حالهم حال كل موظفين عراقيين، الباقي ماكو استثمار أبو إقليم، ماكو استثمار، ماكو تنمية الأقاليم أبو إقليم، ماكو تنمية الأقاليم، ماكو مشاريع، ماكو مشاريع، ماكو بناء، ماكو بناء. صحيح. بس الموظف شنو ذنبه؟ احنا دا نتكلم هذا الموضوع، ليش تدخلون صراعات السياسية؟ واتفقنا احنا إدارة الدولة وبالموازنة انه يا اخوان ترجاكم لا تخلون قوت الناس والشعب العراقي من زاخو للفاو مع المزايدات وصراعات السياسة الانتخابية موجود. كل راس الشهر من زاخو للفاو يستلم الموظف، يستلم راتب مالته، والمتقاعد يستلم، والحماية الاجتماعية يستلم، عود الباقي نظارة نقعد، أكو فلوس ماكو فلوس، أكو مشاريع ماكو مشاريع، نتفق ما عندنا إشكال، بس ما معقول يومين 3 شهور
بالإقليم، هو رجال ما مسلم راتب، ويومين يوم 19-18 وزارة المالية باع النفطات وجاب الفليسات ووزع الرواتب، غير شيء ما عندنا احنا في العراق، لا زراعة لا صناعة لا تجارة، كل شيء ما عندنا. مجالس المحافظات أنا اختلف مع أستاذ حليم، أنا اليوم بهاي اللجنة المختصة بالمجالس المحافظات، والدورة السابقة كنت رئيس لهذه اللجنة. احنا اليوم لو نطبق الدستور، اليوم اتحاد عراقي العراق اتحاد فدرالي ولا مركزيه بموجود ونقل الصلاحيات، اليوم المحافظين اصبحوا امبراطوريه. صحيح. كل محافظ اليوم دخل قائم بحده ينافس احزاب الكبيره. طيب. الكومنشنات احد شروط تقديم المقاولات، ودائما احنا نحكيها، من كان وجود المجالس المحافظات اكو فساد، اكو الناس كان عندهم ملاحظات، نعم موجوده، لكن مو معناها اني اشيل كل الرقابه على الحكومه المحليه. اجي هنا بهذا الشارع لان هذا القناه تابع فلان شخصيه قويه، القى شارع مبلط والرصيف والكهرباء كل شيء موجوده، القى الشارع اللي ورا لان شخص مواطن ما عنده شيء القاها مفلش كل شيء ماكو بيها. احنا اليوم كان سابقا عمل مجالس المحافظات والاغذيه والنواحي الخطه كان يخلون ويا الدوائر ويا مدير الناحيه ويا القائم مقام تسلسل اداري يصل للمجلس يصير مناقشه 5% للشباب الرياضة. تتعرف شباب الرياضة ما عندهم حتى حق الشاي والقهوة من بعد ما حلنا المجالس. صح. أكو كان أكو خطة، أكو تخطيط حقيقي. نعم فساد أكو، هسه كل العراق بيها فساد، إحنا ما حد يختلف على هذا الشيء. أصبح اليوم ثقافة، يعني ليه ما تبدأ سيادة النائب إحنا نحكي أن المحافظين أصبحوا إمبراطوريات معنى. لا 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 مو نفس الشيء. لا لا مو مختلفين. إذا يجي مجلس المحافظة، أنا قلت لك اعتبرتها حلقة زائدة، لكن بكرة أروح للانتخابات. ليش؟ لأن أنا أشجع الانتخابات. تعرف شنو أستاذ حليم، أنا مو أقول لك حلقة زائدة، أنا أقول لك إحنا مشكلتنا بالعراق بتطبيق الدستور والقوانين. احنا لو طبقنا قانون المحافظات على المجالس المحافظات ما افضل من عنده. اذا احنا مشكلتنا هسه في الكل، احنا لحد الان نتكلم بورديه ونتكلم بالدستور وبالقوانين وبكل شيء، لكن الواقع سيء. واقع سيء، ماكو طبيقه اساسا. خلنا بس ارجعك النجم الجبوري. الاغلب الان الموجودين من الشبك وجماعه بابليون وغيرهم يقول لك انه ولاء السيد نجم الجبوري للبارتي، وحتى زيارته مال سلام عليه السيد مسعود برزاني كان، وايضا اتهمه وقالوا لك المناصب الاداريه بداخل المحافظه كلها وزعها للبارتي، حتى اذا كان عربي ولاء البارتي. اولا نشوف احنا اليوم لو نؤمن بالعراق الديمقراطي الاتحادي ونؤمن بنتائج الانتخابات اللي راح الناس صوتت 5% 10% 20% صادق عليه المفوضيه والمحكمه الاتحاديه ورئيس الجمهورية، واعتبر الانتخابات رسمية قانونية. صح صح. يعني ما نعزل. أنا اليوم في محافظة نينوى في كل انتخابات بعد 2005 إلى هذا اليوم البارتي إما أول أو ثاني. كم مقعد عند البارتي؟ هسا حاليا إحنا عندنا 9 أول قائمة في محافظة نينوى. اليوم استحقاق انتخابي طبيعي. إحنا ما محافظ. إحنا ما ماخذ المحافظ ما أخذ. هم ما يوصل لك هاي النقطة. هم الديمقراطي جابوا المحافظ ليش؟ لأنهم أغلبية. تحالفه ولا لا لا خلي اقول لك من جاب نجم الجبوري. ايه؟ احنا اللي جاب جمهوري اللي جاب نجم الجبوري هو السيد رئيس مجلس النواب حمد العبوسي. هو جاب نجم الجبوري ومرشح لنجم الجبوري، وانتخابات 2021 كان داعم القائمة التقدم. هاي كل الناس تعرفها. طيب احنا اليوم شوف هاي على مسؤوليتي في كل انتخابات نطلع قائمة الأولى أو قائمة الثانية. الكتل السياسية خلينا نقولها السنية الموجودة في موصل، إحنا موصل أغلبية السنية، يجون عند رئيس البارزاني بتشكيل الحكومة. لك لحكي لك على مجالس المحافظات. الرئيس بارزاني يقول لهم اتفقوا، أريد الأغلبية من عندكم، إحنا معكم، أنا ما أتدخل. ومحافظ إحنا 2013 ترى أخذنا ويا الكوتا، أخذنا ويا الاتحاد، أخذنا 13 مقعد في مجلس محافظة نينوى. رئيس بارزاني قال لهم أنا أحترم خصوصية محافظة نينوى، محافظة نينوى عربية أغلبية سنية، المحافظ من عندكم والنائب من عندنا، أنا وياكم حاضر. إيه بس اتفقوا. كل المناصب الإدارية نأخذها. لا 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 ما هو الكلام، الكلام مو صحيح. يعني هسه المناصب الإدارية نجم الجبوري ما طلع البارتي. لا هو النائب من الكرد النائب الأول. النائب الثاني لا شبيدة. طبعاً. لا النائب الثاني. لا لا هذا هاي مو غلط. هسه بالمعنى. بالمعنى. النائب النجم الجبوري هو الأخ. نسيت عن اسمه، المهم البارتي من البارتي سيروان. سيروان كل الشغل مال نينوى والموصل بيده.
لا 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 استاذ حليم هذا ما يخالف انا وياك صحيح إيه؟ انت وين بديت بس اسمح لي بس انت في شيء صحيح لا لا انا وياك لا لا انت تحكمون المحافظه ليش تطلعون من عندها لا انتم من فعلا الحمدانيه تتحملون سياده النائب انا قصدي انتم مشاركين في حكم المحافظه وهذا صحيح احنا حتى بالعراق مشاركين بالحكومه احنا ما نقصر من هذا الشيء استجيك على نينوى انت النينوى الحشد وين راح التقدم وين راح الجماهير وكل هالقوة السياسية الموجودة في نينوى مشاركة في هذه الحكومة احنا اليوم بالعكس اذا تجي هسعتها على الاجهزة الامنية في محافظة نينوى ما عندنا 4 ضباط تجي على الدوائر الموجودة حاليا في محافظة نينوى ما عندنا احنا المناطق اللي عندنا اللي نقول احنا مادة 104 كردستاني نعم القائمة قام مدير ناحية وقته احنا كمجلس محافظة وباتفاق مناطقنا احنا صوتنا عليها باقي المناطق كل واحد ماخذ حصته احنا اليوم مقام منطقتكم اللي هو الحمدانية الحمدانية هو مرشح من البارتي مو صحيح؟ كان في وقته صحيح كان مرشح مانا مال البارتي الحمدانية البرطلة كان بعشيقة الشيخان شوف بعد 2014 واحتلال داعش و2017 تحرير والوضعية تغيرت اختلفت المعاد كلها اختلفت احنا اليوم ترى تعرف هذا الشعب العراقي مع القوي الموجود من يحكم الناس كلها تصير معه الدوائر كلها تصير معه هذا واقع حال مو بس في نينوى في كل اماكن حتى نشوف هسه حتى نشوف المحافظين يوميا شوف يا جهه صار قوي صار معه رشحوا فلان قوى بعد فتره جد انتخابات غير جهه صار اقوى صار معه موجود هذا الواقع حال اللي موجود في محافظه نينوى حتى الدوائر ترى حتى الدوائر حتى الدوائر في محافظه نينوى ترى احنا ما عندنا ماخذين حصة كامل في محافظة نينوى من دوائرنا الموجودة أنت لك علاقة بلا أني أقعد مع أي واحد في محافظة نينوى واتحداه خلي يجي قابل لي أبدأ من قائد شرطة النائب كان قائد الشرطة هو كردي من عندنا حولوه على بغداد هسه ما عندنا ولا معاون ولا نائب ولا شيء في قيادة شرطة نينوى ولا المخابرات ولا الأمن ولا قيادة عمليات جامعات ما عندنا ولا معاون أو رئيس أو مساعد أو رئيس كلية كردي في محافظة نينوى جميل قبل لا أروح للأستاذ حليم بكلمة السيد كاك مسعود برزاني راح يقبل بإزاحة نجم جبوري شلون يقبل لا احنا وقعنا ما نقبل انتخابات بعد شهرين مو بس هو صار اتفاق كل محافظة على نجم انا خليني بنجم لا ما نقبل ما تقبلون لا ما نقبل نجم خط احمر بالنسبه للبارتي مو يا اخي مو مساله اليوم 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 ما نعرف لان اكو زياره كانت قريبه لنجم جبوري وكاك مسعود لا لا ما كان اكو زياره بس احنا وقعنا احنا 9 نواب ومع النواب محافظه نينوى 14 يمكن نائب وقعنا انه بقاء نجم الجبوري الحين اجراء انتخاب وش عرض نجم يطلع في شارع شو يسوي هو طلع نجم مو على مود بارتي او قريب من بارتي او بارتي دعمه هم احزاب السياسيه السنيه في محافظه نينوى متخوف من حصول نجم الجبوري على اكثريه الاصوات وعلى المقاعد نقطه راس سطر اللي واقف ويا نجم الجبوري هو وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي صحيح. واحمد الجبوري وما تلف ما ذكرت لكم فصارت الدق على نجم الجبوري ليش ما نجم الجبوري اليوم البارحه موجود بالمحافظه هسه ذكر نجم الجبوري هي هاي صراع انتخابي ليس الا واضح الصراع الانتخابي يدفع فاتوره المواطنين باختصار يعني هسه بطبيعه الحال يعني هذا الكلام اللي تفضل به سياده النائب اللي يريد يعني يسحب المسؤوليه من المشاركين في الحكومه المحليه شوف الكرد الديمقراطي وجوز وياهم اخرين انا ما اعرف عددهم ينطيهم السلطه والنفوذ على المحافظه وبالتالي طالما هم باركوا انه المحافظ يكون نجم الجبوري هم مشاركين بالسلطه والنائب من عندهم شنو قصدي كل هذا الحراك السياسي قبل الانتخابات التصريحات التسقيط هذا كله مو ديمقراطيه هذا بس بالعراق هيجي الديمقراطيه يحتاج لها هدوء يحتاج لك انت تهيئ للجمهور بس هم نجم يقول لك انا قاعد اشتغل وابلط واشتغل هذا نجم هجموا علي هجمه مرتده فصائل منا مسلحين هذا منا خالد العبودي منا هذا انا اقول لك مو نجم الجمهور شنو انا الحين تشيل على كتف زين اللي هو كاش مسعود طبعا الزعيم هاي شنو هذا الرئيس مسعود البرزاني ينتجي ونص بس بثقه تحكيها طبعا طبعا اكيد ايه اكيد بالمركز ما تتشكل حكومه اذا ما يباركها مسعود البرزاني طبعا نجم الجبوري ذكي واللي وين نجم الجبوري اذكياء طبعا راح
وحسبها حسبة صحيحة، لكن حلو تصريحات النائب. يقول لك من يجون من يجون مسعود من يجون يم الرئيس مسعود البرزاني يقولهم المحافظ عربي، شوفوا وين الأغلبية، احنا راح نوقف ويا الأغلبية. بالتالي هم الكرد أذكياء جدا، صحيح، في حياكة هذه موضوع السلطة شلون يوصلوا لها. يحطون نجم الجبوري، من يحكم نينوى الآن 80% هم الكرد. أنا أقول لك ومن مصلحة، وهي مو عيب، ومن مصلحة كم نائب عندكم سيادة النائب؟ تسعة هنا. تسعة مو عيب. ومن مصلحتهم طبعا اليوم ثقة المواطن وحزب الديمقراطية. أنا أقول لك شغلة جيدة، ومن مصلحة البارتي الآن هاي المشكلة اللي صارت بالحمدانية حتى ينفتح باب يقول لك يا أبا البيشمرقة كانوا موجودين والموضوع سهل لنا وطيب، ممكن جدا فرجعوا مقراتنا ورجعوا البيشمرقة. ممكن لا لا مو لا ابد مو هذا هاي سؤال ايه لا لا ما له علاقه بالموضوع نهائيا. شوف شوف انا اقول لك انا هيش تحليل بس سياسه يعني. في السياسه انا اقول لك الكرد تعلموا ويشتغلون سياسه، كل مناسبه يستثمرونها، ما اريد اقول يستغلونها لان الاستغلال مو حلو، الاستثمار مو من شيمهم. انا اقول لك مو من شيمهم، ما يستغلون يستثمرونها لصالحهم في كل مناسبه، يستثمرون الحدث. حتى هذه شوف جيت السيد مسرور برزاني إلى بغداد ولقاء مع عدد من الزعماء على بعدين من انطلقت هذا موضوع القروض الرواتب، استثمروها استثمار مو طبيعي. أول ما طار بالطيارة السيد البرزاني وصل إلى أربيل وكأنهم حقق نصر، وهم ربحهم دول اللي هنا الموجودين حقها، ترى ربحهم دعتك. هم بيناتهم يعني هم بيناتهم يتفقون ويكتبون الأوراق ويتفقون ليش ورقة إدارة الدولة من أضافه، وهم الكرد من أضافه والشغلات اللي يردونها، والسنة أضافه والشغلات اللي يردونها. ومن صارت شغلة قضية كركوك رادوا يحرجون السوداني، هو من وقع عليها؟ هاي هم الأطراف الثلاثة وقعوا عليها، صح، يلا تشكلت الحكومة، صح، فلا يضمون إيه بس الكل مستفيد. عربون المحمى زيه كان 2 تريليون و 100 مليار على قضية كركوك. حتى الناس هذا حتى الناس ما عادوا حتى الموظفين سيد النائب شيروان جمال عضو الكتلة الديمقراطية الكردستانية بيها، شرفتنا وانا عارف اثنين، وشكرا وصول حبيب حليم سلمان، شكرا لكم على هالحوار. اذا تسمحوا لي بنص دقيقة ويا المشاهدين، سيد معالي وزير الداخلية أكو ملف هو مو بزمنك 2019 توقع عقد اسمه الضمان الصحي، استقطاع 2500 من متسبي وزارة الداخلية وعوائلهم إذا أرادوا يدخلون، يعني اللي عنده أربعة تقريبا 10,000 دينار يسدد شهريا ضمان صحي يستقطع من الراتب. عدد منتسبي هاي بحسبة منتسبي وزارة الداخلية بالمتحدث الرسمي 640,000 تقريبا، طبعا عدد زيادة اللي صارت الآن. أرباح الشركة اللي ماخذ الضمان الصحي عن طريق مديرية شؤون الخدمات الطبية والعراب لهذه الصفقة اسمه دكتور وسام، وارتباطاته واضحة ومعروفة بالعقد إلى آخره. معقولة عقد الشركة تربح 2,700,000,000 شهريا من جباية صندوق الضمان الصحي وماكو مركز أو مختبر أو مستشفى بني في بغداد؟ معقولة 2 مليار وكسر الى 3 مليار ارباح الشركه، والى الان الشرطي او الضابط اذا يروح يودوه الى مراكز صحيه بالبلديات بشارع فلسطين يسووا له حشوه مال اسنان ويقولوا له ثمان لا؟ زين من ضمن بنود العقد الجرحى وعوائلهم الشرطه اللي قاتلوا المعارك يستفرون يتعالجون بمستشفيات خارج البلد. اليومك هذا من عام 2019 الى الان ماكو شرطي او ضابط أو منتسب موظف في وزارة الداخلية راح إلى خارج البلد للعلاج. هذا ملف خطير، والمتورط به دكتور وسام ومديرية شؤون الخدمات الطبية، وأرباح هذه الشركة 2,700,000 بالشهر، والخدمات زيرو، والاستقطاعات على قدم وساق. سلام عليكم.